خلونا بقى نروح لتاني خبر معانا، وهو عن الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي برضو اللي بيختتم تدريباته النهارده استعدادا لمباراه ام بي بكره. والفريق استأنف تدريباته امبارح تحت قياده السويسري مارسيل كولر على ملعب التتش بالجزيره من غير اي راحه للاعبين، واللعيبه اللي شاركت في مباراه بيراميدز عملت تدريبات بدنيه واستشفائيه في الجيم علشان يتخلصوا من الاجهاد، غير التدريبات الفنيه المتنوعه واللي انتهت بتقسيمه قويه شارك فيها 3 فرق من اللاعبين. والحقيقه عايزه اوجه رساله للعيبه والفريق، احنا في ظهركم، احنا في ظهركم مهما حصل، طول ما احنا بنشوف ان انتوا بتعملوا اللي عليكم احنا في ظهركم وهنفضل في ظهركم، لان العالم كله عارف مش احنا بس ان النادي الاهلي المصري هو مصنع البطولات، بيحارب في كل ماتش لحد الدقيقه 90 وبلس 90 كمان. وكمان عايز اقول بقى حاجه مهمه قوي لجماهير الاهلي، مشوار الاهلي يا جماعه في الدوري لسه طويل، فبلاش نخلي سكنتنا حاميه دايما على اللعيبه. في النهايه الاهلي دايما معودنا على الفرحه والانتصارات مهما مر بالصعوبات، مهم جدا الانتقاد، مهم ان انتوا تحطوا اللعيبه تحت ضغط علشان يطلعوا احسن ما عندهم، بس لما تلاقوا اللعيبه بداوا يرجعوا لفورمتهم الاهم من الضغط ده هو الدعم، ان انت تقف تقول لهم برافو عليكم وكملوا. بالظبط يا هند، اللي انت بتقوليه ده طبعا مهم جدا. احنا لحد دلوقتي الحمد لله في الدوري ما خسرناش، يعني ما خسرناش ولا ماتش الحمد لله، لعبنا 11 ماتش في منهم 3 تعادلات و6 فوز، فاحنا ماشيين الحمد لله كويس. نفسنا طبعا كل المباريات تنتهي بالفوز من بالفوز والفرحه، بس اللعيبه والجهاز الفني يعني هم بيعملوا اللي عليهم واحنا وراهم طول الوقت، وزي ما بتقول لي على طول احنا معاكم على الحلوه والمره معاه.